بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المرسلين. طبعا أنا بديت في المناجعة تاع العطلة قدمت لا سيكونس 3 تاع بروجي نيميرو 1. اليوم راح نقدم الوضعيات تاعها لي برودكسيون إكريت الخاصة بلا سيكونس 3 بروجي 1 بوغ لا بروميير أني موين. هي طبعا تتحدث على لو سبور، على أهمية التحرك، على أهمية الرياضة. طبعا في هذا الفيديو قدم راح ندير ثلاث وضعيات إدماجية، انتي قريها انت والابن تاعك راها اون بي دي اف واللي تجيك سهله حفظيها له، وانا ماذا بيا قراهم للثلاثه باش شويه يدي ان باجاج، يكون عنده ان باجاج تاع لغه في الذهن تاعه يستعمله. نروح ل لا بروميير برودكسيون اكريت كيما راكي تلاحظي، هذه الاولى لو سبور. لو سبور، لو سبور. Le sport est une activité physique. D'abord, il développe le corps des enfants. Ensuite, il améliore la respiration. Et enfin, c'est un excellent moyen de rester en bonne santé. طبعا هذه اسهل فقره، اسهل كيما هكا ما كانش. تحدث على فوائد الرياضة وفيها لي كونيكتور دابور انسويت انفان، فيها لي فيرب او بريزون دو لانديكاتيف، ما خصها حتى حاجة. الوغ جو ريبيتي لا برودكسيون كريت، لو سبور، الرياضة هي نشاط بدني. أولا إل ديفلوب، تنمي جسم الطفل. ثم بعد ذلك أميليور، تحسن من التنفس. في الأخير هي أجمل طريقة، أجمل وسيلة لكي نبقى في صحة جيدة. Le sport est une activité physique. D'abord, il développe le corps des enfants. Ensuite, il améliore la respiration. Et enfin, c'est un excellent moyen de rester en bonne santé. طبعا هنا يا لي فيرغول لا بونكتياسيون قلناها في لورتوغراف لا ماجوسكيل لي بوان اكسيتيرا. هذه لا بروميير برودكسيون اكريت. لا دوزيام برودكسيون اكريت، درت اون اوتر برودكسيون اكريت لامبورطونس دي لا مارش ا بيي، يعني المشي على الارجل، اهميه المشي لا مارش ا بيي. نقرا الفقره، طبعا كما سبق وقلت راها اون بي دي اف وتقدري تخرجيها وتعالجيها تي الابن تاعك، تقريها له وتشرحي له الكلمات. لا مارش ا بيي اي تي ان اكتيفيتي فيزيك. دابور il améliore la circulation sanguine. Ensuite, il renforce le corps, le cœur, et il nous évite beaucoup de maladies comme l'obésité. Enfin, nous devons faire ce sport quotidiennement pour notre santé. Je relis la production écrite. La marche à pied est une activité physique. D'abord, il améliore la circulation sanguine. Ensuite, il renforce le cœur. Et il nous évite beaucoup de maladies comme l'obésité. Enfin, nous devons faire ce sport quotidiennement pour notre santé. يعني المشي على الرجل على الأقدام هو نشاط بدني، أولا يحسن الدورة الدموية وكذلك ينشط القلب ويمنع كثير من الأمراض خصوصا السمنة لوبيزيتي. وفي الأخير يجب علينا أن نمارس هذه الرياضة يوميا من أجل صحتنا. هذه هي الفقرة، راها واضحة. أميليور هي يحسن، رنفورس هي يقوي، إيفيت يمنع،
نو دوفون هي يجب، هذه أفعال دائما نستعملها كوتيديان، ما هي يوميا. هذه الفقرة الثانية اللي خاصة بلو طبعا راها واضحة. هذو لي كونيكتور دابور اولا اونسويت اونفا، دائما اللي نستعملهم في الوضعيات الادماجيه لاخشيه مبرمجه في هذه الوحده، لي فيركول لي بوان لي ماجوسكول اكسيتيرا. نقدم فقره وخت اخرى ثاني رقم ثلاثه تتحدث على لي بيان في دو سبور، يعني ايجابيات الرياضه. لي بيان في دو سبور، ايجابيات الرياضه. طبعا التلميذ قد ما حفظ، حد في مرحله اكتساب اللغه قد ما حفظ لي برودكسيون تخيت، قد ما اكتسب كلمات جديده وتحسنت القدرات تاعه. لا برودكسيون تخيت هي الوسيله الوحيده اللي تحسن الرصيد والثراء اللغوي عند التلميذ الفرنسيه ولا اللغه ولا لونغلي. نروح لا برودكسيون كريت اللي حضرتها. لو سبور ايت اون اكتيفيتي كي نا كو دي بيان في سور لورغانيزم هومان، سور لورغانيزم هومان. دابور بور بيردر دو بوا اي غاردي لا فورم، ريان دو ميو كو لي زيكزيرسيس سبورتيف. Ensuite, le sport nous apprend à se surpasser, à être. Enfin, le sport permet d'avoir un bon moral. يعني أن الرياضة عندها أهميتها على جسم الإنسان. أولا نستطيع بها أن نفقد الوزن ونحافظ على الرشاقة. وباش نفقد الوزن ونحافظ على رشاقتنا ما كانش وسيله فوق التمارين الرياضيه. لي زيكزيرسيس سبورتيف هي التمارين الرياضيه. اونفان في النهايه لو سبور واش يعلمنا؟ نعلمنا اننا نتغلب على الذات، سيرباسي ا لاتر. في النهايه لو سبور بارمي هي يسمح يكون عندنا ان بون مورال، المورال تاع الانسان، يعني هي بور لو فيزيك اي بور لو مورال لي دو. هذه هي لي برودكسيون اللي راني محضرتها، ان شاء الله تنال اعجابكم وتكون في مستوى التلاميذ. طبعا راح العطله طويله، راح نواصل سلسلة حتى الدروس اللي درتها في كملخص راح ندير ليها تفصيل، كل خطرة راح ندير فوكابل، خطرة ندير كرامير، خطرة ندير خطرة نفصلها مادام العطلة طويلة. نتمنى أني أفدتكم بهذا الفيديو، إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله تعالى.